هم الكاثوليك من بجبل الكرتون، وايضا معنا ابونا جورج شرايح اللي بحب يتواصل ويسالنا اسئله، وايضا اللي بدهم يتصلوا اهلا وسهلا فيهم باتصالاتهم على 06 583 3773. ابونا نحن طبعا مثل ما انت تفضلت هو ببدء الصوم راح يكون الشهر الجاي، ونحن حبينا انه نمهد نحكي عن الصوم علشان الناس اللي عم تتحضر او بدها تصوم تفكر كيف تصوم، ترتب امورها، زي اللي بيرتب مثلا بده يعمل دايت او بده يعمل نظام غذائي، بحضر الاكل وبحضر حاله نفسيا وبحكي للعالم بقول لهم انه انا بدي اعمل دايت وبدي اعمل رجيم علشان صحتي. فمثل هيك الواحد بحضر هالمواد الأولية للصوم، المكان، الأكل، كيف بده ياكل، برنامج، فغير برنامج الصلوات. فالتحضير للصوم أبونا كيف يعني، إذا الإنسان بده يحضر للصوم كيف ببلش؟ أكيد يعني الصوم هو مسيرة حب، رحلة نعم. حب حلو. هاي الرحلة راح توصلنا لميناء الخلاص، نعم، لعند القيامة. نعم. وهاي المسيرة الزمن فيه استعداد نسير مع يسوع نحو الجلجتة، فيها جهاد، نعم، فيها حمل الصليب، فيها ننكر ذاتنا، وكمان بقلب مسيرة الصوم راح نكون إحنا أداة لإخوتنا، لأقاربنا، للآخر، نكون مثال حسن حتى ما نكون سبب كمان عثرة. فكل الآباء القديسين وصفوا الصوم بتقشفه، بأهمية التوبة الصادقة دون مندين الآخرين. وأجمل ما في الصوم إنه الإنسان يبقى بطبيعته بس بطلب السلام الداخلي، ونكون بالفعل أشخاص نعطي صورة بأنه نبني جسر بعين الذات ومع الله، وبقلب الصوم مش في أي اضطراب داخلي بنفوسنا. فهيك بكون عندنا هالمسيرة والاستعداد، حتى ما يكون الصوم لا سمح الله غم أو عقاب، بالعكس هي تمرين تهذيب النفس والجسد مع بعض، زي ما بيحكي القديس هابي الفم. نعم. بيحكي بيشبه الصوم انه كرئيس مهيب، هذا الرئيس دخل على مدينته، المدينة كان يسودها الفوضى، ولكن لما عرفت المدينة بأنه رئيس مهيب ينوي أنه يزورها، بيحكي بأنه بدأت فور أنه تتأهب لاستقبال هذا الرئيس. نعم. لمن بالعكس فيه فرح وفيه نعمة، وشوي جميل أنه الإنسان ربنا تقريبا نحكي أعطانا 365 يوم، جميل انه الانسان يقطع ال 35 يوم او ال 40 يوم، يبتعد عن افراح الدنيا وملذاتها ويقترب من الفرح. وانا حبيت انه نضوي على موضوع الجيل الجديد اللي احيانا ما بيهتم بهذه الامور وبيركز دائما على الاشياء السطحيه وما عم بيدخل للعمق. من جيل لجيل بنشوف هالشباب عم تبتعد ابونا عن الروحانيات، وبتعتبرها انها موضه قديمه او جهل، انه لا مش هذا المهم، المهم الامور الاخرى يعني، فضيعنا الامور الحاضره وضيعنا القديم. يعني دكتور اليوم اولادنا العلم الحديث والمدارس الجديده والانظمه التعليميه الجديده وتوفر، نعم، كل هالوسائل، قديش احنا بدنا نبسط لهم بعض الشغلات وبنفس الوقت يعني نحترم قدرتهم العقلية. امبارح ابني ضيع جزدانه، فبقول له رح تلاقيه، بس احكي يا مار أنطون جيبه لهون، صلي لمار أنطونيوس شفيع الأشياء اللي بتضيع وتلاقيها بعد شوي، وانه لقاها وقعد يضحك وهيك. فتحكي لولد بسن المراهقة، لولد عمره 17 سنة بالعلوم الحديثة لليوم وبالانترنت وبالسوشيال، تيجي تقولي صليها ويقتنع انه يصليها مني، يعني بالضبط تقول لك شو هالحكي هذا، شو انا بدي بالضبط بدي. فقديش الصوم، الصلاة، الاشياء لما بحسوا احنا نعطيهم المسجات البسيطة اللي هيك بدون فلسفة ولاهوت كبير والشرع، اليوم الاولاد
الاولاد خصوصا بالمدارس، واحنا معهم قبل شوي ابونا مودي اضاء للموضوع هذا، ما بدنا نعقد المسائل اللي عندهم، ما بدنا السلطه ممارسه السلطه، اذا هيك راح تروح على جهنم، لا طمعا بالنعيم ولا خوفا من الجحيم. من الجحيم. نحن بالاردن هون متابعين الطقس الشرقي لرزنامه الكنيسة الشرقية، وبيبدأ الصوم الشهر الجاي، لكن نحن استبقنا على أساس أنه نحضر الناس لموضوع أنه جاييكم الصوم، حضروا حالكم للصيام، فحضروا حالكم روحيا للصيام، ضبطوا برامجكم للصيام. فهذا الزمن أبونا هل قديش مهم في الكنيسة؟ نعم، زمن الصوم هو زمن مقدس كل التقديس أولا، نعم، وهو زمن مكرس للرب بكامله. الآن إحنا رح ندخل الأحد الجاي في أربع أحد تهيئنا للصوم الكبير، نعم، وهي توضح لنا كيف نتهيأ روحيا وجسديا حتى لاستقبال الصوم الكبير المقدس. نعم. هذا الصوم يعتبر من صوم من الدرجة الأولى في الكنيسة، ويجدر في المؤمنين إنهم ياخذوا وقت يهيئوا نفوسهم وأجسادهم تقبلوا هذا الصوت المقدس. المؤمن طاعة للوصية، لأنه مفهوم الطاعة بيدخل فيه السيد والعبد. نعم. ونحن المسيح حررنا من العبودية، لا أعود أسميكم عبيدا. في لحظاته ما قبل الآلام خاطب الرسل وخاطب المؤمنين في نفس الوقت، لا أعود أسميكم عبيدا لكن أبناء لأبيكم الذي موقت. فالطاعة توحي بمفهوم السيد والعبد، فالمؤمن يجب أن ينفتح ذهنه وقلبه لئلا يصوم طاعة للوصية بل محبة للوصية. أبونا إحنا على مقبلين على زمن الصوم الأربعيني، أنا بعرف إنه هلا بكير شوي لأنه إحنا منتبع التقويم الشرقي في الأردن لبدء الصوم، وهو تقريبا رح يكون في أول أسبوعين من الأسبوع الثاني من الشهر 3 أذار. فهلا إحنا عم نعمل هذه الحلقات للتحضير الناس إنهم كيف يتحضروا روحيا وجسديا أيضا لموضوع الصوم الأربعيني. فالكنيسة دائما هو الزمن الصوم الأربعيني، هو زي ما بقولوا ربة الزمن الكنسي أو الرزنامة الليترجية في الكنائس عامة، يعني شرقية أو غربية. فأهمية هذا الزمن للتحضير الروحي لمجد القيامة كيف يتم؟ الحقيقة الزمن الأربعيني المقدس أو الزمن الصوم الكبير كما قال الآباء الكهنة السابقوني، هو بحد ذاته مش هدف، هو وسيلة أو هو طريق لكي نصل إلى قلب السنة الكنسية الليتورجية، وهو الأسبوع العظيم الأسبوع المقدس، وفي قلب هذا القلب هو الثلاثية الفصحية في ذكرى موت وقيامة الرب. نعم. من هون بدي أنا يعني أزيد على اللي تفضلوا به الآباء الكهنة. نعم. وأقول إنه الصوم أو وصية الصوم المقدس أو الصوم الكبير أو الصوم بشكل عام هي وصية إلهية. قال الرب قدس الصوم في الكتاب المقدس. نعم. في سفر يوحنا قدس الصوم. الطريقة والشكل هي كنسية بشرية. نعم. إذا لنتفق من البداية، الصوم مقدس لأنه وصية إلهية. الشكل اختلف على مدى تاريخ الكنيسة وأيضا بين الكنائس شكل الصوم، ولكن
روح الصوم بقيت ذاتها. نعم. مشان هيك. نعم. حلو جميل. نحن بحاجة إلى ذهنية إيمانية. نحن بحاجة إلى ذهنية إيمانية للصوم، يعني صوم بدون إيمان كما قال أبا الكهنة، بدون صلاة بدون صدقة، هو يعني تعني للنفس والجسد.